مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز. الاسبوع اللي فات كان فيه احداث كتيره جدا شغلت الناس ولسه لحد النهارده الناس بتتكلم عليها، والحقيقه من كتر ما هي كتير بقينا مش عارفين نختار ايه، بس خلونا نبدا معاكم باهم الاحداث اللي شغلت انتباهكم. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه واللي خلص من ايام كان واحد من اهم الترندز الموجوده في خلال الاسبوع اللي فات. المنتدى اقيم السنه دي كالعاده في مدينه شرم الشيخ وكان بمشاركه وفود من 196 دوله، وطبعا كل ده كان وسط اجراءات احترازيه كامله بسبب انتشار فيروس كورونا. وطبعا كلنا عارفين ان النسخه السنه اللي فاتت ما اتعملتش بسبب ظروف الاغلاق اللي تسبب فيها فيروس كورونا، لكن النسخه دي اقيمت وحققت نجاح لافت ومبهر، وكان من اكتر الحاجات اللي الناس اتكلمت عنها الروبوت واللي استقبل ورحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح المنتدى، وكانت تعليقات الناس كلها بالاعجاب الشديد من استخدام الروبوت في المنتدى. يمكن كان السبب الرئيسي لان الروبوت يكون من الترندز خلال الاسبوع اللي فات انه اختراع مصري خالص. الروبوت اللي كلنا شفناه اسمه دوات، وزي ما قلت من شويه هو صناعه مصريه 100%، ووظيفته في المنتدى انه يقوم بتعقيم القاعات وقياس درجات الحراره وكمان توزيع ادوات التعقيم. مش بس كده، ده كمان لو حد عايز يعرف حاجه او مكان قاعه مثلا او معاك جلسه او حس انه تايه بيروح يسال الروبوت فبيقول له بيعمل ايه على طول. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، أتشرف بوجودي اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائي الروبوتس الذين سوف يعملون في جميع الأرجاء خلال أيام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية سيادتكم، وأحب أن أطمئن سيادتكم بأن إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة للوقاية من فيروس كورونا. أتمنى لسيادتكم ولضيوف مصر الكرام أن تقضوا وقتاً آمناً هنا وتظلوا آمنين. تحيا مصر. شكراً. ولسه مكملين معاكم كلامنا عن المنتدى اللي كان ترند طول الاسبوع اللي فات. وغير الروبوت، اغنيه افتتاح المنتدى ورجعنا تاني شغلت الناس على السوشيال ميديا واتكلموا عنها كتير، خصوصا انه شارك فيها اكتر من مطرب من بلاد مختلفه. تعالوا نروح نشوف جزء من الاغنيه ونرجع نكمل معاكم. وزي ما قلنا لكم منتدى شباب العالم كان هو الترند خلال الاسبوع اللي فات بتفاصيله الكتيره، لكن كان كمان من ضمن الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا في العالم مش بس في مصر مشاركه الفنانه الاسبانيه ايتيزار ايتونو بطله مسلسل ماني هايست في المنتدى، واللي قالت انها سعيده جدا بتواجدها في مصر وان دي تاني زياره ليها. ويمكن مسلسل ماني هايست هو واحد من اهم المسلسلات اللي حققت نجاح عالمي كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، والاهم في الموضوع بقى ان دي اول مشاركه لبطله المسلسل في أي حدث بالشرق الأوسط بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل. السلام عليكم. Buenos días. شكرا. صباح الخير. شكرا جزيلا. أشكركم جميعا. أشكر الجميع من الرجال والنساء. بالنسبة لي إنه من دواعي شرفي أن أكون معكم اليوم وأشارككم الحضور في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد
كثيرة. بالنسبة إلي بالمناسبة هذه المرة الثانية التي أزور فيها مصر. في المرة الأولى أتيت إلى مصر في عام 1998، جئت لزيارة الأماكن الأثرية في هذا البلد. ذهبت إلى زيارة في القاهرة معابد الكرنك والأقصر، معابد أبو سمبل، هذه الأرض. ولسه مكملين كلام عن منتدى شباب العالم، واللي لفتت فيه فقرة الساحل العالمي مولا يوسف الانتباه بشكل كبير جدا، خصوصا أنه قدم فقرته قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مولا يوسف هو ساحر فرنسي من أصول جزائرية، وأكتر حاجة بتميزه أنه دايما في فقراته بيعمل دمج للسحر مع التكنولوجيا، وده اللي حصل في الفقرة اللي قدمها قدام الحضور في المؤتمر، لما استخدم موبايل واحدة من الحضور في أنه هو يصور صورة سيلفي للقاعة كلها من غير ما يقرب من التليفون أو حتى يلمسه. تعالوا نشوف جزء من فقرة مولا يوسف ونرجع نكمل كلامنا. كمان من المواقف الجميلة اللي تصدرت الترند على السوشيال ميديا وتعاطف معها المتابعين موقف سالي الشابة الجميلة اللي قالت للرئيس انها خايفة من كتر ما تعرضت لتنمر في حياتها لاختلاف ملامحها، وطلبة نصيحة أبوية منه للتعامل مع شعورها بالخوف. وطبعا الرئيس دايما بيبهرنا بمواقفه الإنسانية، ورد عليها كأب فعلا وقال لها: يؤلمني انك تقولي خايفة، انت قد بنتي الصغيرة خالص ولسه العمر قدامك وممكن تحققي فيها كتير، وجوه مصر ما تخافيش. سيادة الرئيس، أنا نفسي أحقق حاجات كتير في حياتي، بس جوايا خوف وقلق، وطول الوقت أنا طالبة من حضرتك بخبرتك نصيحة أبوية، إزاي أتخلص من الخوف اللي جوايا. وشكرا سيادتك. خايفة من ايه؟ دي انت شابة صغيرة لسه، الدنيا كلها قدامك. اتفضلي استريحي، اديني فرصة بس. الدنيا قدامك. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سالي. سالي، اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي استريحي. يعني يؤلمني انك انت تبقي قلقانه وخايفه. مش عايز اسالك قدام يعني المجموع خايفه ولا انا من ايه؟ زي ما بقول لك كده، انت يعني انت قد بنتي صغيره خالص يعني، فلسه العمر كله قدامك وتقدري تحققي فيه كتير. ما تخافيش ابدا من ان كان على مصر. انت من مصر مش كده؟ طيب أنا عايز أقولك على حاجة، جوه مصر ما تخافيش، لأن الدولة دي بفضل الله سبحانه وتعالى حافظها ربنا سبحانه وتعالى. القصة ما انتهتش هنا، ده المنظمين عرضوا الفيديو ده في ختام منتدى شباب العالم من ضمن الفيلم الوثائقي اللي كان بيتكلم عن الاختلاف والتنمر. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. يا سالي ازيك؟ الحمد لله. لسه قلقانة؟ قولي لهم. لا مش قلقانة. أيوة، ما بنخافش ولا نقلق أبدا أبدا. الشباب ده المستقبل والأمل والحلم، كل شباب كده. ربنا يديكم الصحة ويوفقكم. بكرة قدامكم، مش النهاردة، بكرة قدامكم. وتكملة للجمال ده، حفل الختام كان رائع وتصدر استعراض المظلات وطيف الخيال الترند على السوشيال ميديا.
مع الأسف الشديد كان من ضمن الترندز خلال الأسبوع اللي فات خبر وفاة الزميل والأستاذ وائل إبراشي رحمه الله، متأثر بمرض كورونا وبعد معاناة مع المرض استمرت حوالي سنة تقريباً. طبعاً وفاة الأستاذ وائل إبراشي تسببت في حالة من الحزن الكبير لكل جمهوره في مصر والوطن العربي، وطبعاً إحنا كمان بنتقدم بخالص العزاء لكل أسرة الأستاذ وائل إبراشي، وبنعزي نفسنا إحنا كمان لأننا جزء من أسرته الإعلامية. بالرغم من الأخبار الكتير اللي كانت ترند خلال الأسبوع اللي فات، إلا أن صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع قطتها المختلفة جداً عن بقية القطط اللي احنا نعرفها كانت من أكتر الحاجات اللي شغلت الناس في الترند. ياسمين بعد ما نشرت الصورة عملت حالة كبيرة جداً من الجدل عند الناس، خصوصاً أن كان في ناس كتير أول مرة يشوفوا النوع ده من القطط. وعشان نعرف أكتر عن قطة ياسمين عبد العزيز وعن بعض الفنانين اللي اشتهروا بتربية حيوانات مختلفة في بيوتهم، تعالوا نشوف التقرير ده. القطة سفينكس أو القط الكندي اللي ظهرت بيه النجمة ياسمين عبد العزيز على السوشيال ميديا وأثارت حالة كبيرة من الجدل والرعب عند متابعين ياسمين، ما كانتش هي أغرب حيوان بيمتلكه النجوم في مصر والعالم. صحيح النوع ده من القطط بيعتبر الأغرب والأغلى لأن سعره بيوصل لحوالي 150 ألف جنيه مصري، لكن ياسمين مش الوحيدة اللي مهتمة تربي أنواع نادرة ومختلفة من الحيوانات. الممثل والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا النجم أرنولد شوارزنيجر اشتهر بعشقه الكبير لتربية حمار وحصان من نوع بوني، لدرجة أنه نشر صورة ليه على صفحته الشخصية على إنستغرام وهو بيشاركهم وجبة الفطار على السفرة. الحمار أطلق عليه الفنان الأمريكي اسم لولو، والحصان سماه ويسكي. الفنانة سلمى حايك من محبي الطيور، لكن الطيور اللي بتحبها نجمة هوليوود مش عصافير ولا أي نوع من الطيور المغردة، لكنها البوم. سلمى ظهرت على صفحتها على إنستغرام معاها بومة رمادية اللون. الغريب في الموضوع إن البومة ظهرت وهي بتصفف شعر سلمى. النجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت بطلة سلسلة أفلام تويلايت عرف عنها حبها للكلاب الشبيهة بالذئاب من نوع هاسكي، وظهرت النجمة في أكتر من صورة ليها معاهم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. حب نجمة هوليوود للنوع ده من الكلاب خلاها تمتلك 4 منهم في منزلها. ومن النجوم المصريين هنلاقي الفنان أحمد فهمي اللي اشتهر بحبه الشديد للكلاب لدرجة امتلاكه مزرعة للكلاب. حب فهمي للكلاب خلاه يعمل صفحة خاصة لكلبته زيزي على إنستغرام، وكمان ظهر في أكتر من صورة مع أنواع مختلفة من الكلاب اللي بيمتلكها. وبكده خلصت فقرة Trends of the Week. هنروح فاصل دلوقتي ونرجع نكمل حلقتنا. ودلوقتي جه معادنا مع فقرة السوشيال لاب، واللي من خلالها بنحلل أكاونتس المشاهير المختلفة وبنشوفهم بيتعاملوا إزاي مع السوشيال ميديا أبس اللي بيتفاعلوا معاها أكتر. ونجم فقرة النهاردة مش هيكون زي كل مرة ممثل أو مغني، لكنه هيكون شخصية بتتناسب مع الترند الفترة دي، وهو نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فخر العرب النجم محمد صلاح أو مو صلاح زي ما جمهور نادي ليفربول بيسميه. محمد صلاح دايما بيشارك جمهوره كل النجاحات اللي بيحققها والجوائز اللي بيحصل عليها، الاعلانات وحملات التوعيه اللي بيشارك فيها بصور وفيديوز على السوشيال ميديا. خلينا نروح انستغرام محمد صلاح لانه بيتفاعل عليه بشكل كبير جدا. بيتابع محمد صلاح 47 مليون و100 الف متابع، وهو بيتابع 211 منهم نجوم الوسط الفني وكمان الوسط الرياضي. محمد صلاح لحد دلوقتي نشر 792 صوره وفيديو. تعالوا نشوف الصور عباره عن ايه. محمد صلاح ناشر أكتر من 200 صورة ليه وهو بيحتفل بأي مباراة كسبها أو جول جابه، و300 صورة مع نجوم لعيبة الكرة في إنجلترا ومصر، وكلنا عارفين تعلقه وحبه لمنتخبنا طبعا منتخب مصر، فهو نشر أكتر من 20 صورة جماعية مع المنتخب، منها صور طبعا هزار مع اللعيبة وصور تمرينات للمباريات. المعروف عن محمد صلاح اهتمامه بالرياضة والتمرينات، فعشان كده هو نشر أكتر من 30 صورة ليه وهو في الجيم بيتمرن أو في الملعب بيتدرب.
ولكن احنا اكتشفنا من خلال اكاونت الانستجرام بتاعه انه مش بس بيحب الرياضه اللي بيحافظ بيها على لياقته البدنيه، لكن هو عنده هوايات تانية زي رفع الاثقال والتاديف والتنس وكمان الصيد. مفيش صوره على اكاونت محمد صلاح الا ومعديه 1,000,002 لايك. ومن اهم الصور على الاكاونت بتاعته طبعا صورته مع الامير ويليام وزوجته في حفل جائزه ايرث شوت وحصلت على 1,800,000 لايك. وكمان صورته في متحف مدام توسو اللي حصلت على 3,100,000 لايك. أما عن حياته الشخصية فهو بيحب يشارك جمهوره أجازاته والوقت اللي بيقضيه مع عائلته، وعشان كده نشر أكتر من 20 صورة تجمعه مع زوجته وبناته وكمان البلاد اللي بيقضي فيها الأجازة بتاعته. والصورة دي هي آخر صورة نشرها محمد صلاح مع عائلته في احتفال السنة الجديدة وحصلت على 3,700,000 لايك. والصورة دي حصلت على 4,400,000 لايك على الأكاونت وهم بيحتفلوا بعيد ميلاد مكة بنته. محمد صلاح من فترة تانية بيشارك في إعلانات لشركات خطوط الموضة وكمان المجلات، والفترة اللي فاتت أثار جدل كبير جدا على السوشيال ميديا بسبب الصور اللي انتشرت خلال جلسة تصوير لمجلة بريطانية. كان في طبعا كتير كومنتس جدا على الملابس لأنها كانت مستعملة في جلسة التصوير ترجع لأواخر السبعينات وكمان بداية الثمانينات، وإحنا عامة مش متعودين على الميكس ده. وطبعا الفيديوز مع مكة اللي هو كان بينزلها، الفيديو ده كان في فترة الكورونا وأيام الحظر وحصل على 2,700,000 مشاهدة و666 لايك. أما الفيديو ده اللي كان كاتب عليه رايزنج ستار يعني النجمة الصاعدة حصل على 3,100,000 مشاهدة و552,000 لايك. من الانستغرام لتويتر بيتابع محمد صلاح 15,500,000 متابع، اما هو فبيتابع 149 اكاونت ونشر لحد دلوقتي 1,537 تويت اخرهم صوره بتاريخ 5 يناير. الطريق مش سهل بس احنا هنحارب عشان نرجع بالكاس، خليكم في ظهرنا، بنتمنى الفوز طبعا لمنتخبنا وربنا يوفق دايما النجم محمد صلاح. وبكده تكون خلصت فقره السوشيال لاب. ورجعنا لكم ومعانا النهارده ضيف مميز جدا، هو واحد من اشهر اليوتيوبرز المهتمين بالسفر والسياحه، بيقدر من خلال الفيديوز بتاعته ان ياخدنا في مغامره ونروح بلاد كتير ونقابل جنسيات مختلفه وكمان نشوف هم عايشين ازاي، مش بس جوه مصر كمان بره مصر، ووصل عدد المتابعين عنده ل1,040,000 فولور وكمان حصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب. معانا النهارده منورنا في استوديو ترندز اليوتيوبر والرحاله كريم السعيد. هاي كريم. هاي، ايه الاخبار؟ الحمد لله، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ تمام، احنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده يا كريم. واول حاجه عايزين نبتدي معاك نعرف انت ازاي ابتديت. ازاي ابتديت؟ في الاول بدات حاجه اسمها يوميات مصري في الغربه، كنت انا سافرت انجلترا وبدات ان انا اعمل فيديوهات بتوثق حياه واحد مصري عايش في انجلترا او يوميات بمعنى اصح. وبعد كده قررت بقى ان انا اعمل ده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ودي كانت البدايه، تعتبر سنه 2000 واخر 2016 او اول 2017. اللي هي كانت يا كريم يوميات مصري في الغربه. مصري في الغربه، صح كده؟ صح. اول صح. فيديو نزلته كان عن ايه؟ اول تفتكر؟ فيديو كان افتكر كان عن معاناتي مع اولادي في اللغه العربيه، ان هم يتعلموا عربي، كانت معاناه بالنسبه لي، فكنت حابب جدا ان انا يعني اعمل ده كفيديو عشان الناس برضو تقدر تشوف قد ايه الموضوع ان هو مش سهل. طبعا. فده كان اول فيديو. انا عايزه اقول لك حاجه يا كريم، ان دلوقتي كمان في ناس كتير بتعاني من موضوع حتى جوه مصر، ان ولادهم مثلا في مدارس اجنبيه او انترناشونال سكولز والحاجات دي، فالعربي بتاعهم واحنا جوه البلد ما بيبقاش كويس، ودي مصيبه. دي حقيقه. طب اتصرفت معاهم ازاي في الموضوع ده؟
والله احنا لسه بنتصرف لحد دلوقتي، يعني هو الموضوع ما خلصش، هو لحد دلوقتي أكيد. شغال طبعا، هي معاناة مستمرة فبنحاول يعني. طيب إيه أول فيديو لقيت عليه إقبال وشجعك إن أنت تكمل؟ والله هي كان في كذا فيديو، كان كل حاجة ليها علاقة ممكن ثقافات جديدة بعرضها أو مكان جديد بسافره. فكان في حاجات حصلت في إنجلترا، وبعد كده مثلا سافرت الصين قبل الكورونا مثلا، كان ده برضه كان في فيديوهات قوية من الصين. جيت مصر برضه عملت فيديوهات من مصر، سافرت سيوة، سافرت مرسى علم، فروحت أماكن كتيرة جدا يمكن ناس ما بتروحهاش أو ناس ما تعرفش عنها حاجة، خصوصا في مصر مثلا ناس ما كانتش تعرف إن في مصر أمازيغ، وإن سيوة جميلة، وفي أماكن كتير جدا في مصر يعني محدش راحها قبل كده، فكانت بالنسبة للناس حاجة جديدة إن هي تشوفها يعني. انا هسألك عن الامازيغ بعدين، بس الاول انا عايزك تشرح لي انت بتعمل ايه. اشرح لي مفصل الفيديو بتاعك بيبقى عبارة عن ايه. انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه هو بيختلف، لان انا ماليش محتوى ثابت او ماليش حاجه انا بعملها ثابته، انا بالعكس انا متنوع في حاجات كتير، فتلاقيني ممكن النهارده بجرب عربيه جديده مش عارف فين، بكره بسافر بلد جديده بكتشف فيها حاجه ممكن مثلا محدش شافها قبل كده، بروح مش عارف اغلى غرفه مش عارف فين عشان نشوف هي عامله ازاي. فدايما الشغل بتاعي او المحتوى اللي انا بقدمه هو محتوى استكشافي، بستكشف اماكن جديده، بروح اشوف ناس او ثقافات جديده عن عنا او عن المتعارف عليه، بس فهو دايما تبقى حاجه مختلفه يعني. طيب انت بتقولي ان انت رحت الصين، رد فعل الناس على الفيديو بتاع الصين، الكومنتس اللي بتجيلك على المحتوى ده كانت عاملة ازاي بعد موضوع كورونا كمان؟ هو كان الصين اتصورت قبل كورونا، بس هي نزلت يعني وقتها في وقتها وقبلها بشوية، بس كان رد فعل الناس أكتر عن عن الثقافة في الصين، وعن يعني مثلا رحت أسواق الفيك، أسواق الحاجات اللي هي التقليد، فدي كانت برضو حاجة جديدة إن الناس تشوفها، إن دي الأسواق اللي بيقلدوا فيها الماركات المشهورة. الأكل الصيني اللي هو غالبا مختلف تماما عن أكلنا، فتحس ان في زي غرائب وعجائب كده في الصين احنا مش متعودين عليها، طبعا. كان كل ده طبعا لفت انتباه الناس. طيب الفيديوز بتاعتك مش فيديوز عادية، يعني احنا ممكن نقول عليها ان هي زي فيلم وثائقي. انت ازاي بتجمع افكار الفيديوز بتاعتك؟ وهل مثلا انت بتقرأ ولا بتتفرج على خرائط؟ في حد بيساعدك؟ بتظبطها ازاي؟ والله هي لحد دلوقتي ماشية بركة دار الوالدين. الحمد لله. لا هي الفكرة إن أنا مهتم جدا بالسفر وزي ما قلت لك الاستكشاف وكده، فبحاول إن أنا دايما يعني أخش أقرأ عن حاجات، أخش أسرش على حاجات، أشوف إيه المختلف في المكان ده ممكن أنا أعمله، وبعد كده أقرأ عنه، وبعد كده لو أنا حاسس إن في فكرة ممكن تطلع منه أبدأ إن أنا أكون الفكرة دي وأشتغل عليها، وبعد كده طبعا أبدأ إن أنا أسافر وأصورها. سافرت كام بلد لحد دلوقتي؟ لا مش كتير يعني، ممكن كلهم مثلا ممكن 9 10 يعني، 9 10 بس بتفصفصهم بقى صح؟ يعني بنجيب حاجات من هنا ومن هنا كده يعني. طيب انت اللي بتكتب لنفسك وبتعمل مونتاج للفيديوز بتاعتك ولا في حد بيساعدك؟ لا انا اللي بعمل كل حاجه، انت كل اتعلمت حاجه كل من حاجة يعني one man show. بالظبط، وان مان شو، بعمل انا كل حاجه، التصوير، الايديتنج، كل حاجه انا اللي بعملها. طيب احكي لنا بقى دلوقتي عن كواليس حكاية القرية المصرية المعزولة عن العالم اللي هي جارة، أصلا عرفتها تمام. ازاي؟ الجارة أنا عرفتها بالظبط من سنتين، لما رحت سيوة، يعني رحت سيوة من سنتين، عملت الفيديو بتاع سيوة الأساسي من سنتين، وساعتها كانوا هناك الناس بيكلموني عن القرية دي، كانوا بيقولوا لي إن في قرية موجودة بعيدة عننا بحوالي 120 كيلو، والقرية دي فيها ناس، عدد بسيط جدا من الناس عايشين، العدد ده ما بيزيدش أو ما بيبقاش في ناس بتروح لهم كتير، وفي نفس الوقت هم منعزلين تماما عن العالم، مفيش ازاي حاجات، يعني يا كريم؟ يعني ايه منعزلين عن العالم؟ اشرح لنا. منعزلين عن العالم يعني، يعني زي ما يعني شرحت في الفيديو بتاع اليوتيوب ان هم تماما ما عندهمش وسائل اتصالات، ما عندهمش حاجات كتير، ما فيش مواصلات اصلا بتروح وتيجي، او هم لو في عربيه خاصه بتطلع او بتروح، فهم بعاد تماما عن كل حاجه، ومفيش اتصال بينهم وبين العالم، ما بيخشوش على النت، ما بيشوفوش اي حاجه، مفيش يعني تلفزيون، غالبا بيبقى في عندهم القنوات الارضيه بس،
بس فهم منعزلين تماما عن العالم بالمعنى يعني. طب خلينا نروح نشوف الفيديو بتاعهم ونرجع تاني. يلا بينا. قررت ان انا اسافر من القاهرة لسيوة لتاني مرة، ولكن المرة دي لسبب مختلف. قعدت في سيوة يومين عشان اقدر ان انا اطلع تصريح دخول لقرية الجوار. يعني حضرتك كنت عايش هنا؟ انا كنت ايوه في البيت ده. نفسي اطلع مدرس. نو سيرفيس. مدينة ما فيهاش اي اتصال تماما، ما فيش شبكة خالص. القرية كلها ما فيهاش غير دكانين بس، صح؟ القرية هنا محتاجة حاجات كتيرة قوي. قرية الجارة هي قرية محدش يعرف عنها أي حاجة، قرية صغيرة جدا ومنعزلة عن العالم، بيعيش فيها حوالي 750 فرد، بتبعد عن سيوة حوالي 100 كيلو وعن مرسى مطروح حوالي 300 كيلو. الاسم أبو القاسم سعيد عبد الجواد عبد الكريم من القارة، من مواليد القارة. مواليد سنة كام حضرتك؟ مواليد 17/10/44. يعني ليه سميتوها القارة أو ليه تسمت بالقارة؟ اسم القارة أول حاجة، اسم قارة هو يدل اسم قرية. دائما بنوضح الاسم على الجبل، باللغة الأمازيغ الجبل اسمه قارة. قبل ما اروح قريه الجاره سمعت بعض الخرافات اللي بتتقال عن القريه، وهي ان عددهم ثابت وما بيتغيرش، مع كل مولود بيتولد في قدامه شخص كبير في السن بيموت. يتولد واحد ويموت واحد، تنظيم رباني ده. لا دي كلمه مش حقيقيه، سمعناها كتير ونقول عنها دي مش حقيقيه. طيب شفنا الفيديو، ودلوقتي عايز اسالك عن اللي احنا كنا مخلينه لبعدين، الامازيغ. تمام، احكي لنا عن الفيديو ده. طيب الامازيغ هم مش موجودين بس في الجاره، هم في الاساس موجودين برضو في سيوه، وموجودين في دول عربيه كتير، موجودين في المغرب والجزائر وتونس وليبيا. فهم قبائل موجوده من زمان، ولكن عايشين في اماكن متفرقه. فاحنا عندنا في مصر هنا هم عايشين في سيوه وعايشين في قريه الجاره، بيتكلموا اللغه الامازيغيه، ده الاساس. اللي هي اللغة الأمازيغية. تعلمت حاجة منها يا كريم؟ طبعاً. تلحالنك يعني عامل إيه؟ أوكي، يعني شوية حاجات كده، وهي مختلفة تماماً عن العربي. يعني لو إحنا وقفنا ونسمعهم وهم بيتكلموا إحنا مش هنفهم أي حاجة، لأن هي لغة مختلفة تماماً. هم كلهم بيتكلموا اللغة دي، حتى الأطفال دلوقتي اللي طالعين الجيل الجديد بيتكلمها، فهم محتفظين بيها لحد دلوقتي، وعندهم عاداتهم وتقاليدهم وبيتكلموا عربي. ممكن تحكي لنا شوية عن العادات والتقاليد بتاعتهم؟ العادات والتقاليد شوية، الأكل مثلا بتاعهم، عندهم طبعا الأكل العادي المتعرف عليه، ولكن مثلا عندهم حاجة مثلا زي التجلنتيني. التجلنتيني دي كنت يعني اتكلمت عنها في الفيديو بتاع سيوة، إن هي أكلة تقيلة جدا ولكنها يعني مكوناتها بسيطة، هي معمولة من زيت الزيتون والبلح تمر. دي حاجات صحية كمان. والدقيق هو اكلهم كله صحي، أوكي. لان اكلهم كله بيتخللوا زيت الزيتون والتمر، اوكي، لان هناك سيوه اصلا مشهوره جدا بالتمر بالظبط. فتلاقي ان كل اكلهم بيخش في التمر، فدي اكله كانت مختلفه جدا، على قد ما هي بسيطه ولكن هي بتدي طاقه وقويه يعني. فدي حاجه من الحاجات اللي هم بياكلوها. عاداتهم بقى، هم نفسهم ليهم، تحس ان هم ليهم طبعا لبسهم الزي بتاعهم قريب شويه من اللبس الزي الليبي. الافراح عندهم برضو اعتقد بتبقى 3 ايام. العريس في الفرح بيقدم للعروسه حاجه اسمها الجمار، وهو قلب النخله. فده حاجه عندهم قوية يعني كبيره جدا، ان هو واحد يشيل نخله مخصوص عشان يطلع منها القلب عشان يقدمه للعروسه. احنا كده هنا بقى البنات هنا في القاهره وفي مصر عامه هيبطلوا يتجوزوا غير لما يجيب قلب النخل. لازم خلاص كده تمام ماشي، ما بدل ما يجيب شبكه بقى يجيب قلب النخله. الاثنين. طيب خلينا نروح نشوف الفيديو بتاعه ونرجع تاني. يلا بينا. جو نار في كل حته في جسمك. سيوه بقى فيها بحيرات الملح، المايه شايلاني من فوق. هي مبدئيا بتلكم،
الحالة نون. الحلقات قد تترت أفي سيوان الأمازيغ المسرح. الأمازيغ المسرح. أول حاجة حسيتها من أول لحظة وصلت فيها سيوة هي البساطة. البساطة اللي بتشوفها في أهل البلد وفي مبانيها وفي كل شبر فيها. سيوة لسه محتفظة بأصلها. واكتشفت قد إيه إحنا ما نعرفش حاجة عن سيوة وأهل سيوة. فخليني النهاردة أعرفكم بيهم. غرابة لسيوان. أهل سيوة هم الأمازيغ وبيتكلموا اللغة العربية واللغة الأمازيغية السيوية. نش عيسنا عبد الحميد نقر غور دلكتي مدرسة أبو بكر الصديق. أنا عيسى عبد الحميد عيسى باهي من مدرسة أبو بكر الصديق نش حدادي من قبيلة الحدادية. وعشان أقدر أعرف أكتر عن الأمازيغ رحت قابلت الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسى وسألته مين هم الأمازيغ. الأمازيغ هم الشعب الحر عاش في هذه المنطقة من أول مصر لليبيا لتونس للمغرب العربي كله وهم موجودين من أيام الفراعنة حتى في حكام في العصر الفرعوني حكام أمازيغ معروفين زي شاشنق ده حاكم فرعوني أمازيغي موجود. سيوة يعني جمال الطبيعة ونقاء الهواء والأهم إن سيوة غنية بالثروات اللي بتخليها على قائمة أحسن الأماكن اللي ممكن تزورها في العالم لغرض الاستشفاء والسياحة العلاجية. كريم فعلا أشهر عطور في العالم بتخرج من قرية مصرية؟ ده حقيقي فعلا. إزاي؟ احكي لنا عن الموضوع ده. هي قرية اسمها شبرا بلولة موجودة في الغربية. القرية دي المفروض ان هي بتنتج انتاج كبير جدا من الياسمين لحد النهاردة والانتاج ده من خلاله بيطلعوا الزيت بتاع العطور والزيت ده بيتصدر بعد كده مثلا لفرنسا وبقية الدول اللي بتعمل عطور فهم واحنا بعد كده نروح نشتريها تاني وبعد كده احنا بنروح نشتريها بالاف الجنيهات من الشركات دي. بجد البلد دي يعني هي فيها كل حاجة وقدامنا ومتاحه بس احنا ما اعرفش يعني هل احنا لحد دلوقتي لسه عندنا موضوع عقده الخواجه ولا ايه؟ والله يعني ما عنديش علم بالتفاصيل بتاعه ليه احنا ما بنعملش ده ما عنديش علم بالظبط بس هي كنز يعني يعتبر وبينتجوا انتاج كبير جدا 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 وكل البلد شغاله في الحاجه دي. طيب ايه اجمل مكان سافرته جوه مصر؟ أجمل مكان سافرت ده سؤال صعب ده بس أنا بالنسبة لي كبحر كمية يعني كمكان أنا بحب الغطس كمكان أنا غطست فيه هو مرسى علم. مرسى علم أكيد أنا ما قلت غطس. ده غطس. بالنسبة كبيئة وعادات مختلفة ومكان أنا بالنسبة لي كان جديد قوي عليا سيوة يعني أوكي. سيوة تأتي رقم واحد. طيب انت في سلسلة فيديوز تجارب عملتها ان انت عشت 48 ساعة في خيمة وعشت 24 ساعة في اتوبيس صح؟ احكي لنا بقى عن التجارب دي. الخيمة هو مصطلح الكامبينج او التخييم ده موجود في العالم كله بره يمكن في مصر احنا يعني مش مهتمين بيه قوي او ما بيحصلش كتير ولكن بره هو بيحصل مع ان احنا عندنا صحراء كتير وعندنا جو احلى بكتير منهم. بالظبط بالظبط ده حقيقه. في ناس في مصر بتعمل ده بس طبعًا. بس يمكن ما حدش سمع عنهم كتير. بالظبط. فهو التخييم بره موجود فانا خدت الاولاد ورحنا اسكتلندا هي اسكتلندا قريبه من انجلترا شويه وخدنا الخيمه وخيمنا قعدنا يومين في الخيمه واكلين شاربين نايمين في الخيمه فكانت تجربه جميله يعني. طبعا. طيب ايه اغلى واطعم حته لحمه في العالم واسمها ايه ونوعها ايه؟ اغلى حته لحمه في العالم اسمها واجيو. معلش ممكن تقولها لي تاني؟ واجيو. واجيو. واجيو اوكي. الواجيو دي حته لحمه بتبقى من بقره المفروض ان هي البقره دي واكله اكل معين وعايشه عيشه معينه وكده فبتطلع منها اللحمه طعمها حلو جدا ولحمه طريه جدا وفي نفس الوقت لحمه غاليه جدا. طب هي البقره دي موجوده فين؟ هي موجوده في كوريا. اوكي. واليابان. اوكي. وسعرها قد ايه مثلا؟ وموجود في استراليا كمان. يعني موجوده في ثلاث بلاد بس ولا في حتت ثانيه؟ لا 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 موجوده في حتت ثانيه بس أوكي. دول يعني اكتر وفي موجوده في امريكا كمان اعتقد.
سعرها قد ايه حته اللحمه دي؟ لا حته اللحمه دي مثلا نتكلم في 300 جرام ممكن تخش لها في 4000 جنيه مصري. ياه ده رقم يعني الواحد يندم انه اكلها بعد كده. بس لقيت يعني حته لحمه مختلفه طبعا. أي لحمة. اكيد. طيب ايه خططك الجايه؟ حابب ان انت تطور المحتوى اللي انت بتعمله ازاي؟ والله خطتي الجايه ان انا ان شاء الله يعني احاول ان انا اعمل فيديوهات اكتر من مصر، انا هنا في مصر دلوقتي. فحابب ان انا ان شاء الله نروح اماكن مختلفه في مصر برضو ونحاول نعمل محتوى اكتر من مصر. مصر فيها كتير، فيها شغل كتير يتعمل، فيها محتوى كتير يتعمل، وفي نفس الوقت برضو يعني هبقى بسافر يعني شويه في مصر أكيد. شويه بره في كذا حته تانيه، فان شاء الله يبقى يعني حاجه حلوه ان شاء الله. ميرسي يا كريم على الانترفيو ده، والمره الجايه تبقى معايا ومشرفني هنا في الاستوديو بتاع ترانز واول ما يبقى عندك جديد قول لنا على طول علشان نروح نتفرج على الحاجات اللي انت بتقدمها، لان احنا كاننا بنكون سافرنا بلاد كتيره واحنا قاعدين جوه مكاننا. انا بس في تحيه سريعه كده عشان ليا صديق بيتفرج على البرنامج، وهو يعني كان من الاسباب، محمد يسري، هو بيتفرج علينا ان هو المكان اللي هو فيه يعني بيتفرج على القناه الاولى، فبحيي محمد يسري. ميرسي قوي. بس كده وبكده نكون خلصنا حلقتنا، اشوفكم بكره وترانز جديده. باي باي.